أهلا بكم. نصبت عائلات لبنانية خيما بجانب مخيم للاجئين السوريين شمال لبنان بعد فشلها في تأمين إيجار المنازل التي كانت تسكنها، ويرى مراقبون أن تبعات الأزمة الاقتصادية بدأت تظهر بوضوح في المجتمع اللبناني وسط تحذيرات من تفاقمها. لاجئون في بلدهم، لبنانيون دفعتهم الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم قدرتهم على دفع إيجارات المنازل إلى نصب خيم بجوار مخيم للاجئين السوريين شمال لبنان. ما في شغل مثل الخرق، يا دوبنا عم نقضي هون، بقى منين اللي بده يدفع إيجار بقى؟ بقى في هون واحد قال لي طول عمرك خيمي هون، حد بني هون وهون. قلت له شو بدك؟ قال لي بياخذ منك 200,000 بالشهر أجور أرضي يعني. وعدنا هون. مواطنون يعانون في بلدهم معاناة اللاجئين في الخيم ومستلزمات الحياة الأخرى. يعني بتمر علي أيام بحط لها بنتي بالقنينة على فترة معينة ينسون حتى أقدر سكتها، بقدر جيب لها حليب. بقعدتي هون صرت أخذ دواء أعصاب. يشكو أحمد أشقاؤه من تجاهل المنظمات الأممية لأوضاعهم، بينما ترى جمعيات محلية تسعى إلى المساعدة أن الخيم التي تؤوي 3 عائلات لبنانية غير صالحة للعيش. الخيمة حسب اللي قال على ستاندر معين أنه هي تكون تحمي من الشتاء، تحمي من الحيوانات، تكون على القليلة مدفأة، على القليلة تعطي أقل نسبة لتصلح للعيش فيها. هذه الخيمة اللي هنا قاعدين فيها غير صالحة للعيش. هكذا هو المشهد إذن، لبنانيون في خيم، بينما يخشى من أن يؤدي تفاقم الأزمات الاقتصادية إلى أزمات اجتماعية لا تحمد عقباها. حولت الأزمة الاقتصادية بعض اللبنانيين إلى مشاريع مهاجرين أو لاجئين في بلدهم، بينما يخشى من استفحال الأزمات الاجتماعية مع تفاقم سوء الأوضاع المعيشية. علي رباح، العربي، مخيم المحمرة، شمال لبنان. وتنضم إلينا من بيروت هدى رزق، أستاذة في علم الاجتماع. أهلا بك أستاذة هدى معنا. إذا بداية، كيف ستكون تداعيات هذا المشهد؟ اليوم بعض اللبنانيين إذا مضطرون إلى العيش في خيام ينصبوها بسبب عدم توفر إن كان كلفة الإيجار أو كلفة العيش. بالفعل هناك مشكلة فعلية في لبنان، هي مشكلة السكن، وهي مشكلة العيش أيضا، مشكلة الغذاء، وأيضا مشكلة الكهرباء. هناك عائلات كثيرة لا تستطيع أن تقوم بتأمين هذه المواد، لا تأمين المواد الغذائية، وأيضا تأمين السكن، لأنه بعض يعني مالكي الإيجارات، مالكي البيوت، يصرون على دفع الإيجارات كاملة، لا بل أكثر، هم يصرون على أن تكون الإيجارات بالدولار. فلذلك هناك مشكلة الناس الذين لا يستطيعون أن يدفعوا هذه الإيجارات، لا يستطيعون أيضا أن يتدفأوا في ظل البرد. كذلك الأمر مسألة الكهرباء التي أصبحت مشكلة عامة في لبنان. لذلك اليوم وجدنا أن هناك من يذهب إلى المخيمات اللاجئين السوريين، لأن الأمم المتحدة لا زالت تعطي المساعدات للسوريين المتواجدين في الخيم وغير الخيم. يعني هناك سوريين أيضا يعيشون في البيوت، وأيضا يعني يكسبون أو بالأحرى يأخذون المساعدات من الأمم المتحدة، بينما اللبنانيين لا يستطيعون أن يأخذوا هذه المساعدات، لأن الأمم المتحدة تعتبر يعني حتى اليوم الدولة اللبنانية عليها أن توفر هذه المساعدات. نعم، وحتى اليوم هنالك شكوك أصلا في مسألة توزيع المساعدات الخاصة باللاجئين السوريين في لبنان. يعني ثمة مساعدات كثيرة تضل طريقها إلى المخيمات، مخيمات اللجوء. طب هذه الحالة اليوم، حالة اللجوء بين مزدوجين، لجوء بعض اللبنانيين في بلدهم إلى واضطرارهم إلى العيش في الخيم، هي حالة فردية، يعني ما تزال بنطاق بعض اللبنانيين. هل تم وعي لدى الجهات الحكومية، لدى لا أعرف المجتمع المدني،
لكي لا تتحول إلى ظاهرة؟ نعم، يعني في لبنان نحن نعلم تماما أن هناك مجتمع أهلي، وأن المجتمع الأهلي يتمثل بالجمعيات الأهلية وأيضا الجمعيات الدينية، بمعنى أن هناك جمعيات خاضعة لبعض الطوائف اللبنانية التي يجب عليها أن تساعد. ونحن رأينا بالأمس كيف أن وزير خارجية الفاتيكان يعني أصدر أو أعطى ملاحظات لبعض يعني الطوائف الروحية لكي تساعد، وأن واجباتها أيضا المساعدة. للأسف هذه المرة، لأن الأزمة حادة جدا، لم نرى هناك مساعدات فعلية من الجمعيات الأهلية، وبعض الجمعيات المدنية هو يقدم يعني منظمات المجتمع المدني هي تقدم المساعدة، ولكن أعتقد بأنها ليست على علم فعلي بكل يعني بكل العائلات، لأننا في لبنان نحن بحاجة إلى دراسات وإلى مسحات اجتماعية لكي تبين فعليا من هي العائلات التي بحاجة إلى مساعدة وبحاجة ماسة إلى مساعدة. لذلك يعني اليوم أعتقد بأنه هناك تقصير من قبل الحكومة. يعني هناك أسئلة عديدة، أين هي المساعدات التي تتلقاها الحكومة اللبنانية لإنقاذ اللبنانيين، إن كان اللبنانيين يعني بشكل عام أو الأكثر هشاشة؟ يعني أعتقد بأنه هناك توزيع غير عادل، وهناك ليس هناك كفاءة، وليس هناك وهناك تعديل غير يعني توزيع غير عادل لهذه المساعدات لكل المحتاجين. ونرى أيضا أن هناك مساعدات تذهب إلى بعض الجهات السياسية وبعض الجهات الاجتماعية ولا تذهب إلى جهات أخرى. لذلك ما أقوله هو أنه يجب أن يكون هناك فعليا دراسات للعائلات المحتاجة، والأمم المتحدة لديها بعض الإحصاءات التي يمكنها أن تتساعد مع الحكومة اللبنانية في هذا الموضوع، لأنه ترك الأمور على غاربها طبعا سوف يكون هناك أكثر من ثلاث عائلات، سوف يكون هناك عائلات أخرى وكثيرة بحاجة فعليا إلى المساعدة وإلى الإيواء. فلذلك أعتقد بأن المشكلة هي أنه هناك سوء توزيع، وهناك هذه الدراسات الغير كافية والتي لا تقوم فعليا بتقييم الواقع اللبناني كما يجب. نعم، هدى رزق الأستاذة إذن في علم الاجتماع، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، كانت هذه قضية اليوم، انتظرونا غدا في قضية جديدة. والآن عودة إلى نضال وما تبقى من أخبار الظهيرة. إليك نضال.